الاساسي النهارده وهو زياده قيمه عقد الرعايه لنادي الزمالك وتقدر ب 12 مليون جنيه وكل موسم 25%. عارف ان في شويه حقوق كده نادي الزمالك يعني انتوا اديتوها لنادي الزمالك نظير ال 25 نظير ال 12 مليون مظبوط؟ انا بس بستعجب من حاجه يا كابتن وائل. يعني النهارده حضرتك الخبر نفسه اما بيجي يطلع بتهيألي تسأل صاحب المصدر او المصدر. يعني انا اللي بقى حاولت واجتهدت ان انا اخش اعمل مداخله في هذا الموضوع. يعني انا ما اعرفش، مع احترامي طبعا الكامل لحضرتك ولاسره الاعداد، ان النهارده انت يعني البرنامج بيتكلم على الانديه بيحاول يخلق نوع من الغيره في هذا الموضوع، او ان انت حضرتك بتتكلم ان هو هل يا ترى انتم مبسوطين، هل يا ترى البرزنتيشن الانديه واجبها، والحمد لله الانديه كلها ما اتكلمتش في هذا الموضوع. طب هي دي حاجه تزعل شركه برزنتيشن في ايه؟ لا مش تزعل في شركه برزنتيشن. يعني حضرتك اما بتيجي النهارده بتتكلم على النهارده ده نادي الزمالك زود عقده، فانت مش هتزود عقدك. يعني اصل القصه مش كده خالص. طب اسالك بقى سؤال، هو انا لما قلت كده الانديه اصلا ما كانتش واخده الاتجاه ده؟ ده كل الانديه قالوا انهم مكلمين. مش ده اللي انا اقصده يا كابتن وائل، اللي انا اقصده الكلام واضح جدا، الكلام واضح جدا. اول حاجه في حاله نزول خبر زي كده حضرتك بتتاكد، اول حاجه بتتكلم المصدر ده على حسب معلوماتي الضعيفه في الاعلام. يعني الخبر فيه حاجه مش مظبوطه؟ لا طبعا حاجه مش مظبوطه تماما. ايه بقى هو؟ ان هو نادي الزمالك طلب تسهيل مجموعه الخدمات بتاعته اللي احنا بنقدمها له بصوره نقديه. حاجه ثانيه خالص الموضوع ان هو زود عقده، لا، ان الزمالك كان بياخد مجموعه خدمات بصوره عينيه. طلب تحويل هذه الصوره العينيه لصوره نقديه. وده شيء متاح وحصل مع كذا نادي غير نادي الزمالك. ايه بقى الحاجات العينيه اللي كانت موجوده يعني؟ اللي قيمتها تقدر باكثر من 50% من قيمه الرقم الاساسي. اقول لحضرتك النهارده انت اما تيجي تطلع حضرتك رحلات افريقيا. كويس؟ نادي الزمالك مؤهل لافريقيا السنه الجايه، رحلات افريقيا كاقامه كامله كطيران ككل الكلام ده. دي الرحلات دي مكلفه جدا، بتتكلم في 3 4 مليون. انت بتتكلم النهارده في ملابس، بتتكلم تقريبا في حدود مليون. النهارده بتتكلم في معسكرات واقامات كويس داخل قبل الماتشات، بتتكلم مبالغ برضه رهيبه جدا. بتتكلم في معسكرات خارجيه، بتتكلم برضه في ارقام مهوله جدا. واخد بال حضرتك ازاي؟ فان انت تسيل مجموعه الخدمات العينيه في صوره نقديه. عندنا على فكره نادي انت عمل تقريبا خد جزء من الخدمات اللي هو اللي احنا بنقدمها طلبها في صوره نقديه بدل ما تكون عينيه. في مجموعه من الخدمات مش نادي الزمالك بس، يعني الانديه كثيره بتيجي تطلب. والله لا انا بفضل ان انا اخد الموضوع انا اللي حاسب نادي اتحاد اسكندريه بنفس الطريقه، اخد نقدي وانا حاسب. يعني انت كده مش هتبقى مسؤول عن معسكرات الزمالك وعن لبس الزمالك وعن الكلام ده؟ خالص ده هم بناء على طلب النادي. وده شيء ما يعني انا النهارده كناس مسؤولين في الشركه، النهارده طبعا نادي الزمالك نادي كبير ومجلس اداره هو طبعا اضرب مصلحته في ادارته للامور. احنا النهارده عرضنا الخدمات وهو الناس طلبت قالت لك لا احنا بنفضل ان احنا نسير الخدمات العينيه في صوره نقديه. خلاص حاضر عينيه ما فيش مشكله. فالبث انا يعني حبيت ان انا اوضح لسيادتكم القصه.